اهلا وسهلا بكم في مقطع جديد على قناتكم عشيرة الاوتاكو. من زمان عن مقاطع الصوت، لكن اليوم رجعنا بمقطع صوتي. والمقطع او لنقل موضوع هذا الفيديو سيكون موضوع هام جدا، وهو ان شركة ديزني قررت تعمل فيلم لايف اكشن على انمي دراغون بول. يب، انمي الاسطوري دراغون بول. وطبعا كل هذا الاخبار المهم كل شيء حول هذا الموضوع ستعرفونه لكن بعد الانترو. لكن قبل كل شيء لا تنسى اللايك والاشتراك في القناة، فعل زر الجرس وحط عليك تحفيزي، ترى ما هو كل شيء لتسعة آلاف مشترك. وخلونا نبتدي على بركة الله. المهم اليوم جبت لكم خبر عن انمي دراغون بول، حيث توجد شائعات. عندما اقول شائعات فهذا يعني ان الخبر غير مؤكد 100%، ولكنه قد صدر من مصادر قد اكدت اخبار صادقة من قبل، لذلك تبقى مصادر موثقة نوعا ما. الخبر هو ان شركة ديزني المعروفة عند الكل، وكما نعرف شركة ديزني اخذت العديد والعديد من الشركات، فمثلا اشترت حقوق مارفل. واللي ما يعرف مارفل يعني الكل يعرفه، يعني مارفل عندها اعمال مثل ايرون مان وسبايدر مان والعديد من الاعمال الاخرى. وايضا ديزني عندها او نقول حقوق ستار وورز. واللي ما يعرف ستار وورز فأفلام ستار وورز عديدة انصحكم بمتابعتها. وايضا ديزني اشترت حقوق قناة ناتيونال جيوغرافيك، هذه قناة مشهورة الكل يعرفها. وايضا شركة ديزني اشترت مرة اخرى شركة بيكسار، ومن اشهر اعمال بيكسار السيمسونج، وتعرف كل العالم يعرف السيمسونج. ايضا ديزني لا ننسى انها انتجت كل اعمال الاميرات هذه اللي تشوفوها الان، وايضا ميكي ماوس المشهور كل العالم يعرفه. لكن ديزني حاليا تحاول ايضا شراء حقوق نتفليكس. نتفليكس مشهوره في كل العالم، فاذا اشترت حقوق نتفليكس فراح تكون من اكبر شركات العالم. المهم نكمل في خبرنا. خبرنا كما قلنا ديزني تحاول عمل فيلم لايف اكشن لانمي دراغون بول. كما نعرف في 2006 انمي دراغون بول تم انتاج له لايف اكشن من طرف شركة هوليوود. وطبعا عندما اقول هوليوود الكل راح يقول اوه فيلم رائع، لكن شركة هوليوود جابت ام العيد في هذا الفيلم اللي نزل 2006، يعني ما عنده اي علاقة مع قصة انمي دراغون بول. ايضا مونتاج والشخصيات والتحريك وكل شيء كان بايد، يعني بدون تعليق. كي جابوا ام العيد بعد انتهاء ذاك الفيلم، قال المؤلف او لنقول مدير فني ذاك العمل انه يتمنى انه لم يحمل ذاك الفيلم لانه جاب ام العيد، ويعني لم يلقى اعجاب الجمهور. لذلك تحاول الان ديزني اعادة محاولة وتصحيح اغلاط العمل السابق اللي تم انتاجه من هوليوود. العمل هذا الجديد اللي تعمله ديزني هو اول شيء ممثلين سيكونون من اسيا وليس من امريكا، وايضا سيغيرون الكثير من الاشياء الاخرى التي ستجعل من هذا الفيلم افضل ويعجب المتابعين. الا انها بعد عمل هوليوود اول فيلم وعدم اعجاب من طرف الاغلبيه، لدى الجمهور مخاوف ان يتكرر نفس الامر، لذلك الاغلبيه رافضون الفكره تولي شركه ديزني هذا العمل. في رايي الشخصي لنعطي فرصه يعني لشركه ديزني، طبعا شركه ديزني كبيره جدا، فانا اعتقد انه سيكون فيلم اسطوري. المهم هذا كان هو خبر اليوم، وليس بخبر مؤكد 100% كما قلت، لكن يبقى من الممكن ان نرى تعاون بين شركه توي انيميشن وديزني. المهم هذا كان مقطع اليوم، اتمنى يكون نال اعجابكم. لا تنسوا اللايك والاشتراك في القناه. كان معكم اخو محمد جون نومينا. عصر العشائر الكل يناضل، في عصر القرى جميعنا نناضل. لقد فقد عائلة أوتيها إيتاشي، لقد فقد حياة أوتيها إيتاشي، حتى يستطيع حماية أهله خسر حياة، حتى
حتى يستطيع انقاذ اخيه خسر والده. شاب وحيد يقتضي له الظلام.